VFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المرحلة دي إن شاء الله هي أهم مرحلة في الكورس بتاعنا أو في الجزء الأول من الكورس بتاعنا. المرحلة دي إن شاء الله هنظبطها ونرتبها بحيث أن أنت تعرف الخطوات اللي احنا هنمشي عليها بالظبط علشان أعرف التصميم اللي احنا عملناه بجملة. لازم شوية شروط ولازم شوية حاجات هنعملها مع بعض. أول حاجة لازم يكون التصميم كله على صفحة PHP. تاني حاجة لازم يكون في ملف XML، والملف ده هو المسؤول عن قراية جملة للتصميم بتاعك ومحتويات التصميم. رابع حاجة أو ثالث حاجة، في شوية حاجات كده بعد لما نرفقه إن شاء الله هنبدأ نظبطها داخل الأكواد. قبل ما نرفقه هنظبط شوية أكواد كده في حتت معينة، أقول لك دي بتعمل إيه ودي بتعمل إيه، وبعد كده هنسطب الديزاين على جملة، وآخر مرحلة خالص هنبدأ نحط الـ CSS الخاص بجملة وعرفك الحاجات بقى اللي هي فعلا بتحكم في التصميم بتاعك من داخل جملة نفسها. أول حاجة هنعمل الملف الـ XML المسؤول عن الـ Calling Data، يعني هو بيستدعي الداتا بتاعتك من جملة وبيخليها تقرأ. السطر ده هو انا جايبه جاهز، لان هو السطر ده الطبيعي انه معروف ان ده بيسبورت لجملة 1.5، هو بس مجرد معلومات ان الفايل ده هيسبورت للجملة 1.5 وهيسطب على جملة. تعالى بقى نشوف هنعمل ايه. هو اول حاجة بنعملها بنفتح اتنين كده بص تاجز زي HTML بالظبط. اوكي، نفتح اتنين كده ونكتب انستول. ده هيبقى انستوليشن فايل اللي هنسطب بيه الديزاين بتاعنا على جملة. وهنا طبعا هنروح قافلين الانستول بالطريقة دي. ممكن تكتب هنا انستول، ممكن تخليها كده، ممكن تكتب انستول فيرجن. واحد ونص. مش عايز تكتبها مش مشكلة. ماشي. الطيب بتاعك بيساوي تمبلت. ده هيكون تمبلت. تمام. هنخش بقى جوه هنا ونبدأ نكتب ايه البيانات اللي بتظهر في جملة. يعني دلوقتي هفتح سايت جملة، انا كنت بدي عليه الكورس الفري، وده اللي هنسطب عليه ان شاء الله التصميم اللي احنا بنعمله ده. المعاينة ده الويب سايت، خلينا نختار قالب تاني. لو انا دخلت على اي واحد من دول، اي قالب من دول، هتبص تلاقي فيه بيانات كده ظهر لك هنا. تمام. البيانات دي انت اللي بتحطها، انت اللي بتحطها. يعني مثلا التصميم ده انا كنت عامله الواحد خلاص، فانا مظبطه على ايه؟ جي اف اكس اكاديمي. يبقى الكاتب جي اف اكس اكاديمي التاريخ اللي رفعته فيه النسخه واحد. ماشي. تمام. فده بيبقى ايه البيانات اللي انت هتحطها دلوقتي. طبعا اسم الكاتب هيكون اسم الويب سايت. طيب تعال نشوف هنعمل ازاي الكلام ده جوه. هتروح جاي جوه هنا وهتكتب له النيم بتاع التمبلت. النيم بتاع التمبلت يعني اسمه، هنحط نيم. هنقول ايه بقى؟ مثلا جملة 1.5 بريميوم مثلا كورس. ده النيم اللي هيظهر لك في الحتة دي، ده النيم بتاعه خلاص. طيب الحاجة التانية هنكتب
الكرييشن ديت، ايه هو التاريخ اللي انت عايزه يظهر، اللي انت عملت بيه بقى التصميم وبتاع والحاجات دي. هنقول كرييشن ديت الديت هنا بالكابيتال، تمام. وهتحط بقى هنا برضو حط التاريخ اللي انت عايزه. انا هحط تاريخ النهارده مثلا، تقريبا النهارده هيكون 1/10/9/2012 مثلا. طبعا احنا ما ننساش دايما نقفل الاكواد بتاعتنا. تاني حاجة الاوثر، الاوثر اللي هو مالك الموضوع، مالك انت مثلا، انت او انت اللي عامله، يبقى انت، يبقى اوثر تمام. ونروح جايين برضو نفس الحكاية، اي كود بنفتحه لازم نروح عاملينه كده زي القواعد ال HTML العادية خالص. الأسر مثلا هنقول وليد المعداوي، هنسيف بس عشان ما يحصلش أي حاجة واحنا شغالين. ده هيكون في الكرييت جملة XML file working فايلز. في الوركينج فايلز بره هنا، وهنسميه، هنسميه، هنشوف هنسميه ايه دلوقتي عشان انا عايز اسيبها دي بس للاخر. اوكي طيب الاسر نيم ماشي، يبقى الاسر ايميل بقى، الايميل بتاعك اوكي دي كده، وكوبي واقفل الكود واكتب اللي انت عايزه info@gfxacademy.net. جميل جدا. يبقى الاسر والاسر نيم. طيب الاسر يو ار ال، لو انت عايز مثلا، لو انت ليك الموقع بتاعك ماشي تاني، يبقى الاسر تمام يو ار ال، وهدي كده واقفل، وهات بقى من اتش تي تي بي دب 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 جي اف اكس اكاديمي دوت نت. اليو ار ال هنا اليو كابيتال تمام. بعد كده ممكن بقى تزود له الكابرايت، الكابرايت بقى امتى، واللايسنس والفيرجن والديسكريبشن ومش عارف ايه والحاجات دي، سيبك من الكلام. بس انت ممكن، انا هكتبها لك، انا هكتبها لك كوبي الكابرايت وعندك اللايسنس تاخدها كوبي وحطها هنا. وعندك الفيرجن هتلاقي الداتا دي، واقول لك بعد كده ازاي انا ممكن يكون ليا ريفرنس ازاي واطلعه ازاي بعد كده لو انت متلخبط او مش عارف دي ايه. احنا مش بصدد ان احنا نشرح اكس ام ال، بس فقط اللي انا بقول لك الاكواد اللي تبقى موجوده وتظهر لك الداتا بتاعتك في التصميم لما ترفقه فوق على جوه. ديسكريبشن والديسكريبشن اللي ممكن يبقى بعد كده بيظهر داخل برضو التصميم تمام.
هنقول مثلا description this is my new template. الفيرجن ده ممكن تقول الفيرجن اللي انت عامله، او الفيرجن اللي انت من الويب سايت ده، تمام؟ يعني انت بتطلع فيرجنات، كل ما بتطلع انا اسميه واحد بس 1 1 0 0. اللايسنس ده بيكون مثلا اللي هو اللايسنس بتاع جملة، ممكن نلاقيه، خلينا نكتبه ان جي ان يو، تروح عامل كده بعدين جي بي ال. الكوبرايت كل ده مش مهم على فكرة، كل ده كده مش مهم، مفيش مشكلة. مش عايز تكتب ديسكريبشن بلاش، مفيش مشكلة. ومش عايز تكتب أي حاجة من دول برضو، مفيش مشكلة خلاص. بس مهم قوي النيم والديت والأوثر وبرضو الموقع بتاعك عشان تحفظ حقوقك، أو لما يكون الراجل اللي خد منك التصميم يعرف يوصل لك ازاي، أو عشان ما ينساش بس الداتا بتاعتك. هنقول مثلا الكوبرايت وليد 2012، تمام؟ دي الحتة الأولانية. الحتة التانية بقى اللي بيكون فيها الفايلز والحاجات دي، هنقول الفايلز وبرضو نفس الحكاية، خد دي كوبي وانزل تحت وقول دي بيست واقفل الكود بتاعك. طيب الفايلز هنكتبها ازاي؟ انت دلوقتي بتقول له اقرا لي الفايلز اللي جوه الحاجات بتاعتي، او التصميم بتاعي، او الفولدر اللي انت عامل فيه الويب سايت بتاعك. يبقى انت بتقول له الفايلز، وتقول له بقى اسماء الفايلز ايه والفولدرات والحاجات دي. طبعا احنا ممكن نعمل كده ونقول فايل نيم، خلاص ده الفايل نيم، وتروح قايل له كده، تمام؟ وتقول له اندكس دوت بي اتش بي، ده اللي احنا لسه هنعمله على فكره، ده اللي احنا لسه هنعمله خلاص. تروح جاي واخد له دي برضو، لو عندك فايل تاني تبقى تحطه. وبعدين عندك فولدرات؟ اه عندي فولدرات، عندي فولدر والفولدر ده اسمه images، وعندي فولدر تاني اسمه css. لو عندك فولدر تالت ورابع وخامس، بحيث ان الفولدر بيتقري باللي جواه خلاص، بدل ما تكتب اسماء الفايلات بقى ممكن تعمل images وبعدين كده، وبعدين تكتب اسماء الصور بالامتداد بتاعها مثلا جي بي جي. بس ليه؟ ليه ده كله؟ لا، يبقى انت هتحتاج كتير قوي من الوقت. يبقى انت فولدر على طول وتحط له اسم الفولدر. تعال نتأكد من اسم الفولدر والحاجة بتاعتنا عشان نحطها كلها مظبوط. طبعا كنت هنا بجرب قبل ما اسجل المحاضرة، بس خلينا نشوف كده. المفروض اللي انت بتعمل سامنل، تمبل سامنل، بيكون في شكل الويب سايت، ويكون الامتداد بي ان جي. شكل الويب سايت اهو، صغر لك على قد المساحه اهي، تمام؟ ده مهم قوي عشان انت برضو تبقى عارف. لو رحت مثلا على الويب سايت وجيت شاورت على اي حاجه من دي، بيظهر لك. لو انت رحت كده جيت شاورت على اي حاجه من دول، بيظهر لك مين؟ حته من الموقع او شكل الموقع. ده مهم قوي علشان الحته دي. يبقى انت المفروض بتروح جاي عامل ايمج فيها صوره الموقع بمقاس 206 في 150 تقريبا، 206 في 150، وبتبدا تسميها تمبلت ثامنل. اوكي، طيب حلو قوي. يبقى هنا تمبل ثامنل والامتداد بتاعها
بي ان جي. نشوف الفولدرات. images و css. كويس. انت دلوقتي طبعا انت دلوقتي لما تيجي تعمل تصدر الملف ال XML المفروض تحفظه بنفس الاسم ده بالظبط اللي هو template details. template details ليه؟ عشان الاسم ده هو اللي بتعرف عليه جملة. اول ما بتطلع بترفع الويب سايت بتاعك على الويب على الموقع يعني بيبدأ ايه يخش لك على دي. لو سميته اي اسم تاني ما يقراهوش. هو لازم template details واللي هو فيه ال XML وفيه كل حاجة من البيانات دي. اوكي تمام. طيب احنا هنعمل بعد كده بعد الفايلز لما حطيته هنكتب البوزيشنز بقى اللي انا عملتها الموديولز. خلاص يبقى بوزيشنز ودي هنعرفها ازاي طبعا تي اي او ان برضو نفس الحكاية بوزيشنز ودي الاماكن اللي احنا كنا حطيناها بتاعة الموديولات. خلاص هتكتب بقى بوزيشن بعدين تقفلها. بوزيشن اي وهنا نكتب اي وبعدين نعيد نفس الكود ونقفله. بوزيشن اوكي. وهنا اسماء البوزيشنز اللي انت هتحطها. في الدرس اللي احنا هنعمل فيه الكودينج بتاع البي اتش بي الدرس الجاي ان شاء الله هنبدا نفهم الموضوع ده ايه بالظبط وتتكتب ازاي. واسيبكم بقى ان شاء الله واشوفكم الفيديو الجاي. بس هنسيف بنفس الاسم اللي احنا كنا قلنا عليه قبل كده. هنقول له سيف از. دي هتكون اسمها تمبلت ديتيلز اوكي والاكس ام ال.